بهدف تطوير البنيه الاقتصاديه في مصر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، تواصل الدوله المصريه خططها في ايلاء اهتمام خاص بقطاع الصناعه. برنامج عمل الحكومه الجديده سعى لمراعاه هذه الشواغل من خلال استكمال البناء على ما سبق انجازه خلال الفتره الماضيه وتعزيز تحسين بيئه الاعمال لدى دعم المستثمرين المحليين والاجانب. بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة. البرنامج الحكومي الذي يأتي تحت عنوان "معا نبني مستقبلًا مستدامًا"، يسعى لاستكمال مسيرة العمل السابقة والبناء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستقبل. المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، فضلاً عن مواصلة العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تستكمل الحكومة تركيزها على تحديث البنية التحتية الصناعية، وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية. وفي هذا الإطار، وضعت أجهزة الدولة برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة. تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة، كما تواصل الحكومة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعات المحلية، لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى متابعة الخريطة الاستثمارية الشاملة التي تم إطلاقها لعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل وموزعة على مستوى المحافظات، واتصالا بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، أكدت الحكومة سعيها المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا. هي اذن اهداف واضحه ورؤيه ثاقبه تسعى الحكومه الجديده من خلالها لاحداث نقله نوعيه على صعيد التنميه الصناعيه ومن اجل تلك الغايه اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه لتعزيز الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنيه ومن ثم تحقيق النجاح والرياده